رسالة إلى ممثلي محافظة النجف الأشرف من أعضاء مجلس النواب، في حالة التصويت ضد قرار الشعب بخصوص اختيار رئيس وزراء مستقل وقانون انتخابات عادل ومنصف، سنتخذ الآتي: أولا، منع دخول ممثلي محافظة النجف من أعضاء مجلس النواب إلى داخل المحافظة. ثانيا، الإعلان عنهم خصما وعدوا لأهالي المحافظة. ثالثا، اتباع خطوات تصعيدية أخرى سيتم الإعلان عنها في حينها. رابعا، نطالب من الأخوة المعتصمين في باقي المحافظات اتخاذ نفس هذه الخطوات. معتصمو محافظة النجف الأشرف الأحد 22/12